هلا وصلنا اكيد لمساحتنا الطبيه، وتحديدا من مع زراعه الاسنان. كثير مننا لاسباب عديده ممكن تكون وراثيه او مرضيه ممكن فيها يفقد البعض اسنانه، وبين العديد من الطرق التقليديه لاستبدال الاسنان المفقوده بعمل التركيبات الثابته او حتى المتحركه. يوم ما اصبح الحل طبعا والفضل عبر عمليه زراعه الاسنان اللي راح نحكي عن مزاياها بشكل اوسع مع الدكتور عصام خوري، وهو نائب رئيس جامعه دمشق وأخصائي بمجال جراحة الفم والوجه والفكين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير. يعني اليوم حبينا نضوي على زراعة الأسنان لأنه كثير من الأشخاص ممكن لسه عندهم هذا المفهوم الخاطئ، أو لسه يمكن ما حددوا أنه هي ممكن تكون الحل والعلاج لكثير من مشاكلهم، فخلينا نعرف منك بالبداية شرح لعملية زراعة الأسنان. في الحقيقة يعني زراعة الأسنان علم تطور منذ تقريبا ما يقارب 30 عام، بدأ تطوره لنصل اليوم إلى مرحلة متقدمة جدا في زراعة الأسنان. زراعة الأسنان مثل ما تفضلتي هو حل لكثير من المشاكل، لكن لا يمكن أن نعتبره الحل الوحيد دائما. دائما في حلول أخرى، في اختصاصات أخرى بمجال طب الأسنان قابلة للنقاش مع المريض، يفرض الواقع العظمي الذي سيستقبل الزرعة عدد كبير من الحلول. في الحقيقة اليوم زراعة الأسنان بالسنوات الأخيرة دخل عليها عامل جديد، وهو الاستفادة من العناصر الدموية للمريض أو البلازما الغنية بالصفيحات أو الغنية بالعناصر الدموية، دخلت كوسائل مساعدة لتحفيز وزيادة كمية العظم الذي يمكن أن ينتج حول الزرعة. زراعة الأسنان هي الحل اللي برز بسبعينيات القرن الماضي الحقيقة كبداية انطلاقة هذا التقدم في زراعة الأسنان، لتقديم حل للأشخاص الذين لديهم فقد كامل في أسنانهم أو فقد خلفي. يعني مثل ما بتعرفوا الحلول الأخرى مثل التعويضات الثابتة مثل ما تفضلتوا تعتمد على أسنان ما قبل الفقد وما بعد الفقد، فكان الحل بالبداية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يرغبون بوضع تركيبات متحركة. التركيبات المتحركة دائما إلى مشاكل وإلى معاناة نفسية عند بعض المرضى، لذلك دائما كان التفكير بأنه كيف سنجد الحل لهؤلاء الأشخاص، وتطور بعد ذلك ليكون هو حل لتعويض عن سن أمامية مفردة عن أكثر من سن، لكن تطور بشكل صار في له قبول عالمي، صار في العالم تفهم شو يعني زراعة الأسنان. بالبداية كان في له معارضين كتير، في عالم اتهموه بأنه بيحدث سرطانات بالفك، لكن الحقيقة تطور وتقدم وصار يقدم لنا حلول علاجية جيدة وممتازة للمرضى اللي بيراجعوا. طب دكتور خلينا نحكي لك عن أكثر ونغوص بمجال الحالات اللي تستدعي زراعة الأسنان، وشو الموانع اللي ما بتخلي كمان المريض أو الشخص اللي بيلجأ للدكتور إنه يكون في زراعة أسنان. يعني خلينا نقول باللغة الطبية ما هي الاستطبابات أو الانديكيشنز ومضادات الاستطباب أو الكونترا انديكيشنز. الحقيقة ما في شيء اسمه مضاد استطباب مطلق، يعني نحن بالمفهوم الطبي عندنا شيء اسمه مضاد استطباب نسبي، يعني هذا المريض اليوم غير قابل للزراعة، لكن مع تهيئة معينة، مع تحضير معين، مع التشاور مع أطباء البشريين المختصين بحالاته اللي ممكن تكون مثلا السكري، ممكن تكون حالات القلبية، ممكن تكون حالات دموية، ممكن نحل هذه المشكلة ويصير المريض جاهز، يعني يصير الاستطباب موجود. أما بشكل مطلق ما في شيء اسمه مريض، هذا مستبعد إلا بحالات نادرة جدا. التحضير هو على نوعين، إما تحضير المكان اللي نحن منهيئه للزرعة، وهون بيكون المشكلة تكمن في نقص كمية العظم المستقبلة للزرعة. هي دكتور بس بنوه عملية جراحية، هي عملية جراحية بسيطة بتخدير موضعي، بشكل عام بتخدير موضعي. يعني هي عملية لا تبتعد كثيرا عن موضوع قلع سن، صعب شوي مو كتير، فهدف كمان خوف عند المرضى، بفكروا انه يعني زراعة الأسنان عملية وبيخافوا منها. فإذا نوعين اللي نحن بنواجههم، إما انه عندنا نقص مادي بالعظم
فهذا له عملية تهيئة طعوم عظمية وتوسيع عظم وإلى آخره، أو أنه عندنا المريض عنده حالة صحية عامة مربكة ممكن تكون يعني عائق مؤقت أمام وضع الزرع. منتشاور مع دائما مع بهذه الحالات مع الأطباء المختصين ونعمل على حلها وتجاوزها. نعم، كمان دكتور في سؤال دائما كثير من المرضى يلي بيلجأوا لزراعة الأسنان أول ما بيخطر على بالهم، إنه قد إيه ممكن نحن فعلا نحافظ على هي الأسنان الجديدة بعد عملية الزرع؟ قد إيه ممكن تعتاز خلينا نقول لعملية علاجية تانية أو لحتى نرجع نحتاز نروح على دكتور مرة ثانية؟ هو في الحقيقة دائما يعني الله سبحانه وتعالى وهبنا الأسنان، في نكتة بيقولوا إنه الله وهبك أسنان مرتين ببلاش الثالثة بمصاري. هي الحقيقة أطباء. فاللي ما بيحافظ على أسنانه الطبيعية وغير قادر على إنه يتجاوز هذا الموضوع يعني يحافظ على الأسنان اللي نحن بدنا نزرع له إياها، فحرام نزرع له. لأنه إذا بده يهملها، لأنه كمان هي جسم غريب موجود ضمن الحفرة الفموية، التعامل معه بده يكون بشكل لسه أكثر حساسية من التعامل مع الأسنان الطبيعية. طريقة الاعتناء هي اللي بتحدد قد ممكن عمر هي الأسنان المزروعة. أكيد أكيد، لأنه هي الأسنان متى ما تعرضت لالتهاب اللثة اللي حولها فورا بصير في امتصاص عظمي وهي محمولة بالعظم. نعم. فبصير في نقص بالعظم وتصبح قابلة للإزالة بعد فترة. لكن في الحقيقة بس بدي أعقب، في الحقيقة أنه المريض هو وقت اللي بيصير بقى بيعاني من موضوع فقد الأسنان، وبعدين بيعاني من العمل الجراحي اللي هو خايف منه، وبعدين بدفع مبالغ ثمن هذا العمل، بصير عنده عوامل ثلاثة تستدعي أنه يحافظ عليه. دكتور خلينا نحكي لك عن العمل الجراحي، نضل فيه شوي. قد تستغرق عملية زراعة الأسنان؟ هل هي بحسب حالات الأشخاص أو إلى وقت محدد؟ يعني إذا وهل في نصائح طبية بتعطيها للمريض بعد زراعة السن؟ مثلا لا يشرب لا يدخن، مثلا يشرب ساخن لا يدخن، تنظيف الأسنان بطريقة ما، تحكي لنا أكثر. أوكي، هلأ أول شيء بالنسبة للعمل الجراحي، العمل الجراحي إذا كان العظم المستقبل منيح كميته جيدة فالعملية ما بتستغرق الزرع وضع أكثر من ربع ساعة طبعا مع الطبيب الخبير. إذا كان العظم بحاجة إلى تهيئة أثناء العمل الجراحي بطول شوي فترة العمل الجراحي حسب شو نوع بدنا نحط، طعم عظمي بدنا نحط، بلازما بدنا نحط شيء. بالنسبة للنصائح، الحقيقة النصائح هي دائما بعد العمل الجراحي مثل أي نصائح عمل جراحي بالحفرة الفموية، يعني أو تدخين عدو زراعة الأسنان. يعني بشكل عام نحن بننصح كل المرضى اللي بيراجعونا اللي بنزرع لهم أسنان مدخنين بالتوقف عن التدخين، لأنه التدخين يحدث عملية بطء بالشفاء ويؤذي البشرة الفموية المحيطة بالزرعة. يعني هي الزرعة بحد ذاتها ما بتأثر، لكن بتأثر النسوج المحيطة فيها اللي حاملت. نعم. يعني دكتور أول ما بلشنا حديثنا عن زراعة الأسنان حكينا قد هي فعلا أخذت عمر طويل، يعني 30 سنة مثل ما تفضلت حكيت، هي عملية يمكن خلينا نقول تراكمية لحتى قدرنا نحن نوصل لهي المرحلة. خلينا نحكي اليوم لوين وصل هذا العلاج، قد فرق عن السنوات الماضية؟ يعني خلينا نقول هل هي عملية سليمة 100% وعطت نتائج يلي المرجوة من كل الأطباء؟ أكيد أكيد، لأنه تطور هذا العلم خلال العقود الماضية، يعني تطور بشكل الزرع، خلينا نحكي من أول شيء من بداية، تطور بشكل الزرع، اثنين تطور بسطح الزرع، ثلاثة تطور بالغلاف اللي ممكن يتغلف في سطح الزرع، طبعا هو مايكروني يعني، تطورت الأدوات، صارت الأدوات أسهل، صار المفهوم لزراعة الأسنان أوضح، صار في عنا فهم واسع عن شريحة كبيرة من أطباء الأسنان لهذا العلم، وأصبح يمارس عدد كبير من أطباء الأسنان في العالم. أيضا تطورت العلاقة مثل ما قلت قبل شوي، العلاقة مع الأمراض العامة. بداية كان مريض سكري خلاص ما تزرعه، لا في عندي مريض سكري بينزرع له، في عندي مريض سكري ما بينزرع له، مريض السكري اللي غير مضبوط، يعني معلش المريض اليوم اللي سكره اليوم 500 بكره 100 بعد بكره 300 هذا غير مضبوط يعني. فهذا ما بنقدر نتعامل معه، لحتى يضبط حاله يضبط الامور السكر تبعه، بس يكون السكر مستقر
قابل للزراعة. نعم. طب دكتور خلينا لك عن نحكي عن أبرز الأخطاء الشائعة التي بتسمعها من المجتمع يعني حول صحة الأسنان أو زراعة الأسنان، أو إذا انفقد سن شو ممكن تسمعها من الشارع، يعني شو بصحح لهم إياها طبيا؟ هلا أنا بدي أنصح بشكل عام على مستوى ألم الأسنان، هو خاصة ألم في إهمال بهي القصة عند العالم بخافوا من هلا أنا بدي وضع هلا بدي أدخل باختصاص تاني مو اختصاصي لكن بدي أحكي ونصيحة مهمة، اللي بيتعرض لهجمة ألم يجب أن يراجع طبيب الأسنان فورا، ما ياخد حبة التهاب يعني لأنه ألم الأسنان الناجم عن التهاب العصب أو اللب، نحن بنسميه العصب، متى ما التهب ما عاد يطيب، بيموت. صحيح. غالبا بيموت، بيتموت يعني، بيتموت العصب. هون بيسكن الألم، شو بفكر المريض؟ بفكر إنه طاب، لكن بدأت عملية أخرى اللي هي عملية تشكل اللي بنسميه خراج، واللي نحن بنسميه علميا هو الآفة حول الزرعوية. فهون المشكلة إنه بياخذ حبة التهاب ومسكن وبيتحمل الألم 3-4 أيام لمين ما يتموت العصب، بفكر إنه الأمور راحت نحو السعادة، لكن الحقيقة هو توجه لخطوة أكثر صعوبة. يعني دكتور أشرت حضرتك إشارة بسيطة إلى أحد موانع عدم زراعة الأسنان، وهي يمكن عدم استقرار بمعدلات السكر عند مرضى السكري. موانع تانية ممكن يوقف عندها المريض أو حتى الطبيب المعالج، أنه هلأ ممكن أنا ما عاد أقدر أعمل عملية، أو بهي الحالة أنا ما بقدر أعمل عملية زراعة أسنان، مثل شو ممكن تكون؟ هلأ دائما في حلول قد لا تكون هي الأمثل. نعم. يعني مثلا فك سفلي ضامر بشدة، ضامر يعني نحيف. نعم. ممكن الحلول أنه مثلا هذا الجهاز المتحرك اللي عم يحطه المريض بتمه لأصبح غير مستقر لأنه ما عاد في عوامل لأستقراره. نعم. في ممكن نحط زرعات أمامية بمقدمة الفك السفلي تحمل هذا الجهاز، فبصير هو شبه ثابت. اولا المريض بصير نفسيا بيرتاح انه صار عندي انا جهاز شبه ثابت، وايضا ما عاد فيها الحركه اثناء الكلام او المضغ او تناول الطعام. نعم. يعني يمكن هي اكثر حالتين بتصادفكم. دائما في حلول، دائما في حلول. هالحلول تعتمد على رغبه المريض بالتعاون مع الطبيب وتحمل عناء بعض الاعمال الجراحيه، واحيانا بتكون الامور كثير سهله، يعني بتكون مثل ما قلت لك عمليه الزرع ما بتاخذ 10 دقائق ربع ساعه كونه عندي عظم منيح متوفر. هلا هون اللي نجي لشغله انه ليش دائما بنقول انه ليست هي الحل الوحيد حتى ما نظلم بقيه الحلول، لكن هي الحل بيكون افضل اذا توفرت الامكانيات الماديه بمعنى العظميه يعني، والمريض كان جاهز لانه يعني يتحمل عناء هذا العمل، لانه بياخذ فتره شوي احيانا طويله. نعم. يعني ما بين وضع الزرعه وما بين وضع التعويض المناسب بياخذ له اشهر احيانا. هون المريض بفكر، بعض المرضى بفكر انه انا متى ما دخلت على العياده وحطيت الزرعه بدي اطلع مركب سن. هلا في هيك شيء، لكن دائما الحل الامثل هو اعطاء كل مرحله يعني مرحله الشفاء الكامل. نعم. لذلك عفوا بس لذلك نحن دائما ننصح المريض انه في عنا هيك وفي عنا هيك. هلا احيانا هو التعويض عن سن مفرده الحقيقه دائما بيكون انه مشان ما ناذي الاسنان المجاوره، لانه الاسنان المجاوره بدك نعمل شيء اسمه جسر ثابت، بدنا نحضرها ونصغرها وممكن وبدنا ناذيها، فبيكون هون بهالحاله زراعه الاسنان هو الحل الافضل لهذه الحاله. طب دكتور في ناحيتين كتير مهمين دائما عن كل الأطباء، هي ناحية النفسية للمريض وأيضا الغذاء المناسب لصحة مثلا الأسنان، بما أنه عم نحكي عن الأسنان، فتحكي لنا كمان عن الناحية النفسية قد مهمة بين الطبيب وأيضا المريض، وأيضا عن الأغذية شو بتنصحوا، شو هي الأغذية اللي بتساعد على صحة الأسنان؟ هلا بالنسبه للناحيه النفسيه الحقيقه نحن دائما بنعاني كاطباء اسنان مع المرضى، ما حدا بيجي لعند طبيب الاسنان وهو مبسوط. صح. يعني في شيء مره حدا شفتوه انه ياي انا رايح لعند طبيب الاسنان مروي، ما في حدا. فلذلك نحن دائما بنعاني من الخوف عند المرضى، الخوف بيدفعهم احيانا الى عدم مراجعه الطبيب وتفاقم المشكله مثل ما قلت لكم وحكيت لكم عن وحده منها لا تحل، يعني متى ما بدات يجب ايقافها عمل طبي، اما انه نستنى انه هي زالت كل الاعراض لا، في شيء عم يصير وعم يتطور. هلا من ناحيه الاغذيه، هلا دائما هي السكريات هي والتدخين هو عدو، لا نحن وقت بنحكي
وقت ما بنحكي عن السن كوحدة مستقلة، السن هو ضمن مركب كامل اللي هو العظم الفك والبشرة المخاطية واللسة المحيطة فيه. فالتدخين من الأسباب اللي يعني بتدعي إلى أذية البشرة المخاطية واللسة، والسكريات هدول دائما نحن بننصح بي على الأقل إذا بدنا نتناولهم يعني نعمل تفريش للأسنان وتنظيف للأسنان بعدهم مباشرة. نعم. كمان دكتور خلينا نحكي اليوم الشكل كتير مهم وخاصة للسيدات، يمكن كمان الرجال بيهتموا بس خلينا نقول القسم الأكبر من السيدات بيهتم دائما بالشكل، فقدي اليوم فينا نطمنهم أنه نحن زراعة الأسنان إن كان جزئي أو حتى كلي ممكن تعطينا الشكل المطلوب القريب من الشكل الطبيعي، ما يكون شيء مصطنع بيقتم وبنفس الوقت يعطي اللون المحبب. هلا الحقيقه انتشرت بالسنوات الاخيره شيء اسمه تغيير الابتسامه، وهذا ضمن مركب كامل تجميلي من حقن الشفاه وتجميل الانف وحقن الحواجب او الاجفان والخدود والى اخره. هذا يعني هذا بيدخل ضمن شيء اسمه الفانتازيا، ليس هو عمل طبي بحت، فهو في شيء اسمه فانتازيا او العنايه بالجمال. خليني اقول هلا هذا بيجي رغبه شخصيه، لكن اذا بدنا نحكي طبيا في بعض الحالات هي عباره عن استطباب، هي يعني في ضروره لعملها. يعني تراكب اسنان كبير عند شخص تجاوز خليني العمر التقويمي، يعني تعرفوا انتم الاستجابه التقويميه عند الاطفال تكون افضل بكثير من الكبار، عنده تلون اسنان يعني ملفت للنظر، هون بصير بقى تصحيح الابتسامه كثير 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 مطلوب. نعم. هلا بيرجع بعدين رغبه شخصيه انه والله بتعرفوا انتم الموضه هلا كفيات تفوتوا بتلاقوا نفس الابتسامه فهذا بيجي بيرجع رغبه شخصيه يعني عند السيدات غالبا. دكتور عصام خوري شكرا كثير على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها والنصائح اللي قدمتها، ان شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها، ان شاء الله هيك كمان بنختار مواضيع ثانيه بتهم كل اللي عم يتابعنا ونحكي فيها بحلقات قادمه. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، ان شاء الله دائما صباحنا غير والنصر قادم ان شاء الله. شكرا لك دكتور.